قال أحد الحكماء ناصحاً ولده: أي بني، نعم الخلق التواضع لأنه يرفع شأن الإنسان، وبئس خلقاً التكبر فهو من أقبح الصفات. تضمن العرض السابق بعضاً من القيم الإيجابية مثل التواضع، كما تضمن بعضاً من القيم السلبية مثل التكبر. بعد أن تابعنا العرض السابق، يمكننا القول: نعم الخلق التواضع، بئس الخلق التكبر. وعليه فأسلوب المدح هو أسلوب يستعمل في المدح والثناء، بينما أسلوب الذم أسلوب يستعمل في الذم والهجاء. ولكن بعد هذا التعريف، ما أركان أسلوب المدح والذم؟ لنتابع. عندما قلنا نعم الخلق التواضع، نلاحظ أن الجملة احتوت على كلمة نعمة، وهي فعل ماض للمدح، ولكنه جامد، إذ لا يكون إلا ماضيا دالا على المدح العام، وقد وردت بعده كلمة الخلق لتدل على الفاعل، فكانت فاعل نعمة. ثم خصصنا التواضع لنمدحه من بين الأخلاق، فأصبحت كلمة التواضع مخصوصا بالمدح. وعليه نقول إن أركان أسلوب المدح هي: فعل المدح، الفاعل المخصوص بالمدح، وهذا ينطبق على قولنا بئس الخلق التكبر، ففعل الذم هو بئس، والفاعل هو الخلق، والمخصوص بالذم هو التكبر. وعليه فإن أركان أسلوب المدح والذم هي الفعل والفاعل والمخصوص. ينبغي أن نعرف أن لفاعل نعمة وبئس أنواعا متعددة. والآن لنتابع هذا المشهد لنتعرف أنواع فاعل نعمة أو بئس. سوريا يا حبيبتي، عدلي غرامتي، عدلي هويتي. نعمة صفة الشجاعة. علمنا فيما سبق أن فعل المدح هو نعمة، وأن الاسم الذي يأتي بعد فعل المدح مباشرة هو الفاعل. وبالنظر إلى الفاعل، الصفة من حيث التعريف والتنكير نجده معرفا، وجاء تعريفه بأل التعريف. لذا نقول إن النوع الأول من أنواع فاعل نعمة هو معرف بأل. نتعرف عبر العبارة الآتية النوع الثاني لفاعل نعمة وبئس. نعم خلق المرء العطاء. نرى أن الفاعل في الجملة هو خلق، وهو في ظاهره نكرة، لكن بالعودة إلى الجملة نجد أن الفاعل معرفة، وقد جاء تعريفه من إضافته إلى اسم معرف بأل. وعليه يكون النوع الثاني من أنواع الفاعل هو المضاف إلى معرف بأل. وماذا عن النوع الأخير من أنواع الفاعل؟ لنتابع. نعم صفة التعاون. بالنظر في الجملة نجد أن الاسم الذي جاء بعد فعل المدح جاء نكرة منصوبا، ولا يصلح أن يكون فاعلا أبدا، إذ الفاعل ضمير مستتر يعود على المنصوب النكرة. لذا نقول إذا جاء بعد فعل المدح اسم نكرة منصوب، نقول في هذه الحالة إن نوع الفاعل هو ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، مفسر بنكرة منصوبة على التمييز. والآن بعد أن تعرفنا نوع فاعل نعمة، نقول إن ما ينطبق على فاعل نعمة ينطبق على فاعل بئس. وعليه نستنتج الخلاصة في أنواع فاعل نعمة وبئس، فنقول معرف بأل، مضاف إلى معرف بأل، ضمير مستتر وجوبا، مفسر بنكرة منصوبة على التمييز. بعد أن تعرفنا أركان المدح والذم وأنواع فاعل نعمة وبئس، نطبق ما تحصل لدينا من معلومات عبر هذا التطبيق. اجعل كلمة الدراسة اسما مخصوصا بالمدح، مستعملا الفعل نعمة، مستوفيا أنواع الفاعل. نقول في الجواب عن الحالة الأولى: نعم العادة الدراسة. جاء الفاعل العادة معرفا بأل.
نقول في الجواب عن الحالة الثانية: نعمة عادة المرء الدراسة. نجد في الجواب كيف أن الفاعل جاء نكرة عرفت بالإضافة، فيكون نوع الفاعل مضافاً إلى معرف بأل. وأما في الإجابة عن الحالة الثالثة فنقول: نعمة عادة الدراسة. ومنه نجد كيف أن الفاعل لم يظهر في الجواب، فهو مستتر وجوباً تقديره هو، وقد فسر بنكرة منصوبة على التمييز. نتساءل: هل الفعلان نعمة وبئس هما الفعلان الوحيدان اللذان يستعملان للمدح أو للذم؟ نتابع العرض الآتي فستكون فيه إجابة عن هذا التساؤل، لنتابع. نحن في هذا العرض أمام تصرفين مختلفين للأبناء، لنتابع الجملتين الآتيتين: حبذا الاجتهاد. فعند قولنا حبذا الاجتهاد، كان يمكن القول في هذا الموقف نعم التصرف الاجتهاد، ولكننا مدحنا تصرف الطالب بقولنا حبذا الذي يدل على المدح مع الإشعار بالحب، فجاءت كلمة حب فعل مدح. ثم نلاحظ كذلك بأن فعل حب اتصل باسم إشارة للقريب وهو ذا، فكان فاعلاً للفعل حب، وبعد ذلك جاء المخصوص بالمدح وهو كلمة الاجتهاد. أما العبارة الثانية فكانت على ما يأتي: لا حبذا الكسل، إذ ينطبق عليها ما ذكر في حبذا، ولكنها سبقت بحرف النفي لا الدالة على الذم، فأصبح الذم لا حبذا الكسل. لنعرب الجملتين الآتيتين: نعم السلوك الحفاظ على البيئة. نقول: نعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح مبني على الفتح. السلوك فاعل مرفوع، الحفاظ كلمة ابتدأنا بها، إذ الأصل في الجملة الحفاظ على البيئة نعم السلوك، وعليه يكون إعراب الحفاظ مبتدأً مرفوعاً، وجملة نعم السلوك في محل رفع خبر. أما في إعراب لا حبذا الكذب فنقول: لا حب فعل ماض جامد لإنشاء الذم مبني على الفتح، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، الكذب وما قلناه في إعراب المخصوص مع نعمة ينطبق على المخصوص مع حبذا، فهو مبتدأ مؤخر مرفوع، وجملة لا حبذا جملة فعلية في محل رفع خبر مقدم. في ختام درسنا لهذا اليوم، نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الفائدة والمتعة. نودعكم على أمل اللقاء في درس جديد.